من بيب جارديولا طبعا المدير الفني للمان سيتي، واللي رد النهارده على انباء بعض الاخبار او بعض الانباء او بعض الرومرز كده، قالوا انه هيرجع تاني لتدريب برشلونه. يعني في تقارير اليومين اللي فاتوا قالوا ان بيب جارديولا كان من ضمن الاسماء اللي درست اداره برشلونه التعاقد معها طبعا خلفا ل او بعد رحيل تشافي. جارديولا قال الباب مغلق الحقيقه، بيقول الباب مغلق امام العوده امام برشلونه. كان سؤال لبيب جارديولا واللي قال نعم الباب مغلق، واضاف كمان في حديثه انه سنتحدث مع برشلونه حول وضع طبعا كانسيلو هنحاول ايجاد حل افضل. وتابع تصريحاته وقال اذا اراد طبعا جواو كانسيلو البقاء في برشلونه وتمكن الناديين من الاتفاق على المقابل الصفقه سيلعب كانسيلو مع البارسا مره اخرى. بيقول ان احنا بنعمل على ذلك لانه لاعب يعني غير مرتبط بعقد معنا. كمان جارديولا تواصل وقال هناك شائعات كثيره في الصحف حول مستقبل برناردو سيلفا، طبعا لاعب الرائع اللاعب البرتغالي وسط الملعب، ولكن لم يتصل بنا احد لغايه دلوقتي. يعني طبعا كمان دي سيلفا طبعا عنده عروض كثيره، ولكن بيب جارديولا يقول لك لغايه دلوقتي ما فيش حاجه رسمي وصلت للنادي. وقال احنا يعني لم نتلقى اي مكالمات من برشلونه بشان هذا اللاعب، وانه اكيد هو لاعب رائع وهو بيامل او جارديولا يامل طبعا في تواجده الموسم القادم في السيتي. رغم التنافس الكبير الحقيقه ما بين برشلونه وريال مدريد، لكن نجم برشلونه ومنتخب البرتغال الموهوب طبعا فيليكس رشح لاعبين من صفوف ريال مدريد للفوز بالجائزه الذهبيه. يمكن فيليكس قال في تصريحات كان ابرزها طبعا في جريده موندو ديبورتيفو الاسبانيه، قال اكيد الجميع بيحلم بالفوز بالكره الذهبيه، اعتقد ان لدي الصفات اللازمه للفوز بها. واضاف ان يعني لن اكذب، بالطبع هناك بعض الاشياء التي تحتاج الى تحسين، العديد من الاشياء يجب ان تتغير، انا لسه في سن ال 24 من عمري، يجب ان اعمل أكثر وبإيمان أكثر للفوز بهذه الجائزة. وتابع وقال يجب أن أساعد الفريق وأن أكون أكثر حسما وفي البارسا، والبارسا بيحتاج للفوز كمان بالألقاب الجماعية لأن الفريق الجيد يصنع اللاعبين الجيدين. برشلونة على لسان فيليكس طبعا بيقول برشلونة فريق رائع، واحد من أكبر الأندية على مستوى العالم، عنده لاعبين استثنائيين، و طبعا يحلم ان هو طبعا يحقق نجاحات كثيره جدا جدا. اختتم وقال يعني من ضمن الحاجات الكره الذهبيه، قال ان الكره الذهبيه مش هتخرج بره ريال مدريد ما بين فينيسيوس وما بين يمكن بلينغهام لاعبي الريال، خاصه بعد فوز طبعا ببطوله او تشامبيونز ليج رقم 15. طيب اعتقد عندنا فاصل، نطلع لفاصل سريع وبعد الفاصل نتواصل مع حضراتكم في المحترف.